بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه في تويتر في يوم المرأة الإماراتية: نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود، ونهنئ بنات الإمارات بالإنجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها، ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقرارا وتماسكا وتلاحما ندخل به الخمسين الجديدة. في الخمسين القادمة.